ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. فيلم رعب. فريد، دورك هو تقديم محفزات الرعب كي نختبر رد فعل سكان الجرار عند الخوف. فقط أخفهم. عقول، طعام. باركا، تمويه مقبول. جائع، سوفك كريه الرائحة سيبعد المهاجم. أوبل، عليك مراجعة رد فعلك أثناء الخطر. لست وحشا حقيقيا يا أوبل، لا تخافي مني. لا أخاف أي شيء. سوفي، هل هناك وجود للوحوش؟ لا، فقط الذئاب، النمور، الثعابين، العناكب السامة. درس النجاة القادم عن السيطرة على الخوف، لكن ليس الليلة، لأنني سأعتني بالطلاب الصغار أثناء اجتماع المعلمين. أوه، وجدتها، يجب أن يأتوا معنا الليلة في ليلة الرعب. ما هو هذا الرعب؟ عندما تعتني سوفي بالصغار نتنكر في زي الوحوش ونشاهد فيلم رعب. بطريقة علمية سنعرف كيف يسيطر سكان الجرار على خوفهم. وبتنكر الجميع لن يكشف أمركم أحد. وهو إنها ليلة فيلم الرعب. سيدي، أعرف أن اجتماع المعلمين الليلة، هل تحتاج خدماتي في مجلسة الأطفال؟ صوفي دائما تعتني بهم أثناء اجتماع المعلمين، يستمتع الطلاب لأنها تدعهم يشاهدون فيلم رعب. هذا متعقب جرار بقوة، جذب. سأريهم الرعب. شاهدناه. هيا يا صوفي، يجب أن نشاهد انتقام أشباح المستنقع. مستحيل، هذا مخيف للغاية بالنسبة للصغار. تشانغ يقول لا تحكم على الفيلم من الغلاف. يبدو هذا جيدا. لا تخافي، لم يبدأ الفيلم بعد. لماذا تصرخون؟ مدهش. أوه، هذا ليس الفيلم الصحيح، إنه انتقام أشباح المستنقع. أطفئه. سأفعل. فيلم رائع، لا يصدق بالفعل. فليهدأ الجميع، لا دليل علمي على أن الوحوش موجودة. هذه الضجة، ما الذي يجري هنا؟ كيف يقاطعون اجتماع المعلمين؟ آسف يا وحش، لا يوجد أحد هنا. محتمل وجود الوحوش، لكنه احتمال ضعيف جدا. هجوم على الوحش. كفى. آسفة حقا يا بروفيسور المبتكر. لم يشكك الأطفال في احتمالية وجود الوحوش وتصوروا أنك. كنت أعرف أن فكرة مشاهدة فيلم الرعب ستؤدي إلى كارثة. لم يكن خطأي يا سيدي، غلاف الفيلم ليس الصحيح، يبدو أن أحدا فعل ذلك كي يخدعنا. لقد خيبت ظني يا صوفي. طلاب إلى الفراش. هب، هل أقترح خدمات تشانغ لنظافة ومجالسة الأطفال؟ حسناً، سأحدد اجتماعاً آخر غداً وستتولى أنت الأمر. صوفي، أنت مطرودة. مسكينة صوفي، كان يجب أن تعرفي أن انتقام أشباح المستنقع لا يناسب الصغار. كيف عرفت ذلك؟ ليس ثانية يا سيدي. بالقوة. آثار سكان الجرار. سأعود ومعي المكنسة. آه،
غدا ستعتني بالطلاب، وإذا عاد سكان الجرار سأكون مستعدا. أقول لكما للمرة الأخيرة، رأيت وحش المستنقع بعيني. هذا ظلم، جاع يريد رؤيته. واثقة أنه تشانغ أراد أن يفسد الليلة كي يعتنيه بالصغار. مستحيل، هناك وحش في الجوار وغدا سوف نمسك به. هيا رفاق. ما أن يعمل سيبتلع متعاقب الجرار أي شيء لمس ساكن جرار، وبقليل من الحظ ساكن جرار معه سأتلقى إشارة عند تفعيل النظام وسأتي على الفور. فهمت؟ نعم يا سيدي، هذا الجهاز سيمسك بالمزعجين. ها، ولكن ماذا يفعل هذا؟ لا شيء، لا وحوش في المنطقة. حيث إننا لم نره في الخارج، هل لأن الوحش ربما في الداخل؟ أنصتوا، ستشاهدون هذا الفيلم بهدوء وإلا ستذهبون للنوم. الوحش المزيف ممل، بينما الوحش الحقيقي في الخارج. حسناً، علينا فقط أن نخيف الجميع بأقنعتنا. عندما يسمع المبتكر الصراخ سيلم تشانغ وأستعيد وظيفتي. سيلقن هذا تشانغ الشرير درساً لأنه حاول إخافة أوبل جوبل. واو، لا أرى شيئاً بهذا القناع. لا أصدق هذا. هكذا الآن ترين. أنا خائف جدا. انسي الأمر يا صوفي، لن تنجح خطتك. لا يستسلم العلماء يا تشانغ، سنعيد الحسابات ونعود ومعنا خطة أفضل. نعم يا صوفي. انتقاط النشاط، ساكن جرار، تشغيل النظام الآلي. إذن متأكدة من عدم وجود وحش؟ نعم، تشانغ هو يقول إنه الوحش. لن تنجح خطتكما على أي حال، هذه ليست مخيفة. جاري البحث، الآن هذا مخيف. خرج عن السيطرة. البروفيسور المبتكر قادم، أسرعوا إلى هناك. ما هذا؟ ما الذي تفعله؟ متعقب الجرار يعمل جيدا. يبدو أن المبتكر قد حصل على لعبة جديدة. إذا خرجنا ستبتلعنا بلا شك. هذا غير معقول، ولقد نفد صبري. لا مزيد من الهرب من المبتكر وآلاته المجنونة. الآن سأدفع الثمن. تطلبين أن نواجه مخاوفنا؟ سأواجهها. نعم، لكن ليس بأن تعرضي نفسك للخطر. نجحت. نجحت مثلك. هل يمكنك إيقافه عن بعد؟ خطأ بسيط في التصميم يا تشانغ، سأتذكر هذا المرة المقبلة. وقت الضربة. المكان آمن. أحسنت يا أوبو، سأراكم في الكهف. علك لم تصب الأطفال بصدمة يا تشانغ. وعاشوا في سعادة جميعا وفازوا بجوائز نوبل في العلوم. النهاية. كانت أعصابهم متوترة فقرأت لهم قصة تهدئ أعصابهم. تشانغ أنت مطرود. صوفي ستعتنين بالصغار المرة المقبلة. أظهر تدريب برنامج النجاة على الرغم من إظهارهم للخوف إلا أن نظامهم الدفاعي يظهر شجاعة كبيرة.
هه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 ه